انا ضد القرارات اللي اخدها الرئيس مرسي، لانه انا ضد انه يستفرد اي شخص واي سلطة بكل السلطات اللي هو جمعها بالقرارات دي. رئيس مرسي حط السم في العسل حقيقة، اغرانا بان هو هيغير النائب العام، وده مطلب فوري، ده مطلب من اول ايام الثورة، وان هو هيعوض اهالي الشهداء وهيعيد محاكمة اللي اجرموا في حق الشعب المصري. لكن هو كمان حصن كل قراراته، يعني ما بقاش في اي حد يقدر يحاسبه على اي حاجة، وحصن مجلس الشورى اللي اصلا مطعون في شرعيته، وحصن اللجنة التأسيسية اللي بتكتب الدستور اللي مفروض هنعيش بيه سنين لقدام. هو استفرد بكل السلطة، خدها كلها في ايده كده، وانا ضد ده.